أخيرا طحت في يدي يا عنترة. عامر؟ أي عامر، أنا خرثمة الذي خطبت عبلة. من هذا إذن؟ هذا سعود جارك. لا هذا سعود جارك، سكنها. هذا سعود جارك. والآن يا عنترة نريد أن نقاتلك حتى تصبح عبلة من نصيب رفيدنا خرثمة. دعوني أعتي بثلاث من الفرسان على الأقل لتكون مبارزة نزيهة. لن نسمح لك أن تجيب نص فارس، أنت أسيرنا فستواجه مصيرك. وراك متحمس، تراها تمثيلية. إيه لا تتحمس، خذوه إلى الغمارة. إذن إن هذا غش يا بني الاستناعة، إن هذا غش. أنت راح لبيتكم يلا أبو شوشة، كل واحد البيت. يلا يلا يا ورع، يلا يلا رحناك أنت، يلا لا أحد يوقف. يلا يا عيال يلا. تخونونني يا بني الاستناعة، تخونونني. تباً أنا عنترة، كل شيء إلا الغمارة. تذكر يوم غزيتني وروعتني يا عزيز؟ ايوه افتكر كل حاجه. سامحوني يا شباب، تخفى سامحوني. سامحوني، وين نصرف ذي؟ ها جاء الوقت اللي تدفع فيه الثمن غالي. دقيقه صبر، انا بعترف لكم بحاجه. انا اسمي مو عنترة يا شباب، كنت بكذب عليكم. أنا اسمي الحقيقي عبد العزيز من مكة شارع منصور. بالله سيبوني خلوني أروح بيت أمي أريح، كنت بامزح. تكفى يا شباب. متأكد من هالحكي؟ يعني موضوع عنترة هذا خلاص؟ بدري علي أكون عنتر، أنا ماني عنتر. إيه كويس يا عيال، اضبطت الخطة. والحين حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز. هلا كفتة، تعال شوف عزوز على جنان. الحمد لله كوبوي نومو. أهدارك يا ابو، نزل مسدساتك الكلبية. شتت.